اليوم كل هذه المبادرات اللي شفناها يعني ولا تزال الهيئة العامة للرياضة تقدم العديد من المبادرات بشكل متتالي، حتى أننا نتوقع غدا وبعد غد وكل يوم نسمع شيء يتعلق ب يعني تجهيز الأمور للجماهير لتحضر وتجد الأماكن وقد أصبحت في جاهزية تامة. اليوم نعلن عن مبادرة جديدة من الهيئة العامة للرياضة في تحديد لأسعار التذاكر للجماهير السعودية، حتى تكون التذاكر بيد الجميع، حتى يكون الجميع يستطيع أن يحصل على تذكرته للحضور لهذه المباريات، لمباريات الدوري السعودي ومنها إلى بقية المنافسات. أسعار التذاكر تم تحديدها بالفعل وأصبحت على النحو التالي كما تشاهدون: الفئة الموحدة من 10 ريال حدها الأدنى وحتى 30 ريال، الفئة الموحدة في الملاعب السعودية إذن حددت بحد أدنى هو 10 ريالات إلى 30 ريال، الفئة الفضية تبدأ من 100 ريال وحتى 300 ريال، الفئة الذهبية تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 500 ريال، والمقصورة حدها الأدنى 2000 وحدها الأعلى 3000 ريال. نذكر ونعيد بأن الفئة الموحدة لرقم يمكن من عقود ما مر على الجمهور السعودي أن يدخل مباراة بعشرة ريال، اليوم الهيئة تتيح له هذا الخيار وتمكن الجميع بجميع فئاتهم العمرية وإمكانياتهم أن يحضروا إلى الملعب وفقا للتجهيزات اللي شفتوها في الفيلم، بالإضافة لتحديد أسعار التذاكر. نذكر أن الفئة الموحدة تبدأ من 10 ريال إلى 30 ريال. كل هذا لم يكن يتوقع أكثر المتفائلين بأن الدوري السعودي سيشهد كل هذا، إلا أن كل هذا بدعم رئيس الهيئة العامة للرياضة أصبح واقعاً واقعاً.